بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا قمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
مقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل
صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِي وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك
وجدك ضالا فهدئ ووجدك عائلا فأغني ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.